أهلا بكم في قناة كوكتيل. شاركت الفنانة منى فاروق جمهور بعد نشر فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الانستجرام يا جماعة بالمنتج محمد السبكي أثناء تواجدهم في دبي. وقالت منى فاروق في الفيديو: منور يا سبكي. وتفاعل الجمهور مع الفيديو وتساءل البعض: هل هناك عمل جديد يجمع بينهما أم كانت صدفة؟ يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها في مسلسل رحيم من تأليف أحمد إسماعيل وإخراج محمد سلامة وبطولة ياسر جلال. وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل الأب الروح، وتعد تلك التجربة هي الثانية من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت في العام الماضي مسلسل ظل الريس والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا. وإليكم الفيديو. منور يا سبكي الدنيا ومنور دبي. منور يا ايوب حبيبي، الله يخليك.